بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الرابع الإعداد العلمي من مدارس دار السلام الدولية العراقية، أهلا وسهلا بكم في الدرس الرابع من دروس الرياضيات، معكم مدرس أحمد عبد الله. طلاب الأعزاء، سوف نقوم بهذا الدرس بحل تمارين 2-6 صفحة 117. طلاب الأعزاء، لنبدأ بالتمرين الأول. جد إحداثيات النقطة التي تقسم القطعة المستقيمة AB، حيث A إحداثياتها السين 1 والصاد 3، في حين B إحداثياتها السين 4 والصاد 6، وذلك بنسبة معلومة 2:1. قمنا بفرض أولا طلاب الأعزاء A إحداثياتها X1 فاصلة Y1 و B إحداثياتها X2 فاصلة Y2. النسبة 2 هي N1 و1 هي N2. لحل هذا التمرين طلاب الأعزاء نقوم بداية بفرض نقطة C. إذن الحل، نفرض C إحداثياتها السين X والصاد Y. نتذكر مع بعض طلاب الأعزاء القوانين إكسات والصادات. الإكسات هي التي إحداثيات نقطة تقسم قطعة بنسبة معلومة، هي N1 X2 زائد N2 X1 على N1 زائد N2، والوايات هي N1 Y2 زائد N2 Y1 على N1 زائد N2. نقوم بالتعويض، بدل N1 ب2 وبدل X2 ب4، زائد بدل N2 ب1 وبدل X1 ب1 على 2 زائد 1، وتساوي 2 في 4 8 زائد 1 9 على 3 ويساوي 3، وبذلك حصلنا على السينات. وبنفس الأسلوب طلاب الأعزاء نحصل على الوايات. نعوض N1 بدلها 2 و NY2 بدلها 6 و N2 بدلها 1 و Y1 بدلها 3 على 2 زائد 1 وتساوي 12 زائد 3 15 على 3 وتساوي 5. وبالتالي طلاب نكون حصلنا على C التي سيناتها 3 وصاداتها 5، وبذلك نكون طلاب الأعزاء قد قمنا بحل التمرين الأول. طلاب الأعزاء، لنقوم بحل التمرين الثاني. جد إحداثيات النقطة التي تنصف القطعة المستقيمة AB، حيث A إحداثياتها 2.-4 و B إحداثياتها -3.-6. طلاب الأعزاء، نفرض النقطة A إحداثياتها X1 فاصلة Y1 والنقطة B إحداثياتها X2 فاصلة Y2. أخي الكريم، نتذكر طلاب الأعزاء مع بعض إحداثيات منتصف قطعة مستقيمة، والتي هي كانت سيناتها أي الإكسات تساوي X1 زائد X2 على 2، وكانت الصادات Y تساوي Y1 زائد Y2 على 2. إذن نقوم بحل هذا التمرين. طلاب الأعزاء، في البداية نفرض C. إذن الحل، نفرض C التي إحداثياتها X فاصلة Y هي منتصف القطعة المستقيمة. تكون لدينا X هي X1 زائد X2 على 2، وتساوي طلاب الأعزاء 2-3 على 2 وتساوي -1 على 2. وبنفس الأسلوب طلاب الأعزاء تكون الواي هي y1 زائد y2 على 2 وتساوي y1-4 y2-6 على 2 تساوي -10 على 2 تساوي -5. وبذلك طلاب الأعزاء نكون حصلنا على إحداثيات النقطة C، والتي هي سيناتها -1/2 وواياتها -5، وبذلك طلابي نكون قد حلينا التمرين الثاني. نقوم طلاب الأعزاء الآن بحل التمرين الثالث. جد إحداثيات النقطة C التي تقسم القطعة المستقيمة AB بنسبة 3:5، حيث أن A إحداثياتها 2.1 و B إحداثياتها 1.-3. الحل، لدينا النقطة C هي المراد إيجاد إحداثياتها،
أي سي ده ثيتا إكس فاصلة واي. طلاب الأعزاء لدينا إكس ما هي إلا إن واحد إكس اتنين زائد إن اتنين إكس واحد على إن واحد زائد إن اتنين. نقوم بالتعويض، بدل إن واحد تلاتة وبدل إكس اتنين واحد زائد إن اتنين خمسة وبدل إكس واحد اتنين على ثلاثة زائد خمسة، وتساوي طلاب الأعزاء ثلاثة زائد عشرة على ثمانية وتساوي 13 على 8. وبذلك نكون حصلنا على السينات، وبنفس الأسلوب نحصل على الوايات. واي ما هو إلا إن واحد واي اثنين زائد إن اثنين واي واحد على إن واحد زائد إن اثنين، وتساوي طلاب الأعزاء ثلاثة بدل الإن واحد بدل الواي اثنين ناقص ثلاث زائد بدل الإن اثنين خمسة وبدل الواي واحد واحد على ثلاثة زائد خمسة. طلاب الأعزاء ناقص ثلاثة في الناقص ثلاثة ناقص تسعة زائد خمسة في واحد خمسة على ثمانية، وتساوي سالب أربعة على ثمانية. نقوم بالاختصار، أربعة على أربعة فيها واحد والثمانية على أربعة فيها اثنين، أي أن الصادات واي تساوي سالب واحد على اثنين. طلاب الأعزاء أعيد الوايات، وايات لدينا هي إن واحد واي اثنين زائد إن اثنين واي واحد على إن واحد زائد إن اثنين. نبدل بدل إن واحد بثلاثة، بدل واي اثنين بناقص ثلاثة، بدل إن اثنين بخمسة، بدل واي واحد بواحد على إن واحد زائد إن اثنين ثلاثة زائد خمسة. ثلاثة في الناقص ثلاثة سالب تسعة زائد خمسة على ثمانية تساوي سالب أربعة على ثمانية. الاختصار، الأربعة والثمانية تقبل القسمة على أربعة، فيها أربعة تقسيم أربعة واحد والثمانية تقسيم أربعة اثنين، والإشارة سالب لا ننساها. إذا واياتها أو الصادات هي ناقص واحد على اثنين. وبذلك طلاب الأعزاء نكون قد حصلنا على النقطة سي المرادة أو المطلوب إيجاد إحداثياتها، والتي تقسم القطعة المستقيمة AB بالنسبة 3 على 5، تكون سيناتها 13 على 8، وتكون صاداتها سالب 1 على 2. وبذلك طلاب الأعزاء نكون قد حلينا التمرين الثالث. نقوم طلاب الأعزاء الآن بحل التمرين الرابع. جد إحداثيات النقطة C التي تبعد عن A ثلاثة أمثال بعدها عن B، حيث A هي إحداثيات 2.6 وب إحداثياتها 4.4. طلاب الأعزاء لدينا من الفرض AC تساوي 3AB، نقوم بتقسيم الطرفين على AB، ينتج لدينا AC على AB تساوي 3، نختصر هذه مع هذا تبقى 3 على 1. إذن إن واحد هي ثلاثة وإن اثنين هي واحد، إذا حصلنا على النسبة المعلومة ألا وهي ثلاثة على واحد. نفرض سي نفسها الموجودة معنا بالفرض ثياتها إكس فاصلة واي. الآن لنوجد إحداثيات سي التي تقسم القطعة AB بالنسبة المعلومة ثلاثة على واحد. لدينا من القوانين x تساوي n1 x2 زائد n2 x1 على n1 زائد n2. نقوم بالتعويض، بدل n1 3 وبدل x2، طبعا نفرض a ذاتيات x1 y1 وب ذاتيات x2 y2 في 4 زائد n2 1 في x1 2 على n1 زائد n2 ثلاثة زائد واحد، وتساوي 12 زائد 2 على 4 ويساوي 14 على 4، يقبل القسمة على 2 تساوي 7 على 2. وبذلك حصلنا على الأحداث الأول السيني. بنفس الأسلوب الواي ما هي إلا إن واحد واي اثنين زائد إن اثنين واي واحد على إن واحد زائد إن اثنين. نعوض، بدل إن واحد ثلاثة
واي 2 ناقص 4 زائد ان 2 1 بدل واي 1 6 على 3 زائد 1 وتساوي طلاب الأعزاء سالب 12 زائد 6 سالب 12 عفوا سالب 12 نكتبها تحت طلاب الأعزاء وتساوي سالب 12 زائد 6 على 4 وتساوي سالب 6 على 4 سالب 6 على 4 تساوي ناقص 3 على 2 قمنا بالاختصار على 2 وبذلك طلاب الأعزاء نكون قد حصلنا على إحداثيات النقطة C وهي تساوي سيناتها 7 على 2 في حين صاداتها ناقص 3 على 2 وهو المطلوب أي وجدنا إحداثيات النقطة C التي تبعد عن A مسافة 3 أمثال بعدها عن B وهي C إحداثياتها 7 على 2 فاصلة ناقص 3 على 2 وبذلك طلابي نكون قد حلينا التمرين الرابع من تمارين الدرس لنقوم طلاب الأعزاء الآن بحل التمرين الخامس من تمارين الدرس والتمرين الأخير جد إحداثيات منتصفات أضلاع المثلث ABC حيث A إحداثياتها السين 4 والصاد 0 B إحداثياتها السين 5 والصاد 2 C إحداثياتها السين 2 والصاد ناقص 3 ثم جد أطوال المستقيمات الواصلة بين رؤوس المثلث ومنتصفات الأضلاع المقابلة طلاب الأعزاء نفرض M إحداثيات منتصف قطعة مستقيمة هي X1 زائد X2 على 2 هي الإكسات والوايات هي Y1 زائد Y2 على 2 كما مر معنا في الدرس السابق إحداثيات منتصف قطعة مستقيمة قمت برسم مثلث توضيحي ABC رؤوسه ABC A 4 0 B 5 2 إحداثياتها C إحداثياتها 2 فاصلة ناقص 3 وعينت سي فتحة منتصف AB وA فتحة منتصف BC وB فتحة إذن A فتحة منتصف BC وB فتحة منتصف AC لنوجد وفقا للقانون M إحداثيات هذه النقاط والتي تمثل منتصفات قطع مستقيمة نقوم طلاب الأعزاء أولا بحساب A فتحة وهي 5 زائد 2 7 على 2 السينات الوايات 2 ناقص 3 ناقص 1 على 2 كما نقوم طلاب الأعزاء بحساب C فتحة بنفس الأسلوب 5 زائد 4 9 على 2 2 زائد 0 0 2 عفوا على 2 1 نقوم بحساب B فتحة 2 زائد 4 6 على 2 3 ناقص 3 زائد 0 ناقص 3 على 2 وبذلك وجدنا إحداثيات منتصفات أضلاع المثلث ثم جد أطوال المستقيمات الواصلة بين رؤوس المثلث ومنتصفات الأضلاع المقابلة لدينا حسب القانون المسافة بين نقطتين لتذكره هو فرق الإكسات للتربيع زائد فرق الوايات للتربيع طلاب الأعزاء نقوم بحساب الضلع أو المستقيم الواصل ما بين الرأس A والمنتصف A فتحة وهو فرق الإكسات للتربيع زائد فرق الوايات للتربيع إحداثيات سينات A فتحة هي 7 2 ناقص 4 زائد الوايات ناقص نصف ناقص 0 وتساوي طلاب الأعزاء 7 على 2 نوحد المقام 2 في 4 ناقص 8 و7 ناقص 1 على 2 مربعها 1 على 4 زائد 1 على 4 تساوي 2 على 4 يمكن اختصارها 2 مع الأربعة 2 تقسيم 2 1 والأربعة تقسيم 2 2 أي
يساوي الجواب 1/2. وممكن نكتبه جذر 2/2، وذلك تخلصنا من الجذر بالمقام. إذا طول آ فتحة يساوي 1/2 أو جذر 2/2 يونت. لنقوم بحساب طول الضلع ب فتحة، أو المستقيم الواصل ما بين ب وب فتحة، بنفس الأسلوب: فرق الإكسات للتربيع زائد فرق الوايات للتربيع. فرق الإكسات ب فتحة سيناتها 3 وب ناقص 5 ناقص 5. ب فتحة ناقص 3/2 و ب ناقص 2. بتوحيد المقامات: أولا 3 ناقص 5 ناقص 2 للتربيع 4. هنا نوحد المقامات: 2 في ناقص 2 ناقص 4 وناقص 3 ناقص 7/2 مربعها 49، يعني ناقص 7/2 مربع 49 على 4. 4 في 4 16 وزائد 49 تساوي 65 على 4. تكتب جذر 65 على 2، يعني جذر 4 2. لنحسب سي سي فتحة بنفس الأسلوب: 9 على 2 سينات سي فتحة ناقص 2 للتربيع زائد وايات سي فتحة 1 ناقص في الناقص 3 تساوي زائد 3. 2 في 2 ناقص 4 9 ناقص 4 5 على 2 مربعها 25 على 4 زائد 1 زائد 3 4 للتربيع 16. 4 في 16 64 و 25 89 على جذر 4، يعني على 2. وبالتالي نكون قد حسبنا طلاب الأعزاء سي سي فتحة. إلى هنا طلاب الأعزاء ينتهي درسنا لهذا اليوم.